أقام المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة أرخبيل سقطرى مساء أمس بمدينة حديبو مهرجانا خطابيا وفنيا بمناسبة الذكرى 34 لتأسيس الحزب. وقال الأمين المساعد بالمكتب التنفيذي للإصلاح بسقطرى أحمد سالم حمودي إلى أن الحزب قدم التضحيات من خيرة قياداته وشبابه بين شهيد وجريح أو منفي في سبيل ترسيخ دعائم ومكتسبات ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. وأوضح حودي أن ذكرى تأسيس الإصلاح تأتي لتبعث روح الأمل وتفعيل العمل الثقافي والسياسي والتوعوي والاجتماعي لتحصين المجتمع من خطر الفكر الحوثي العنصري والمشروع الإيراني. وأكد حمودي أن الإصلاح يعمل على توسيع دائرة الشراكة مع كل القوى الوطنية لتعزيز قيم الحرية ونهج الوسطية والاعتدال في واقع الناس. من جهته هنأ وكيل محافظة أرخبيل سقطرى الدكتور عيسى مسلم قيادات وأعضاء الإصلاح بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن الإصلاح هو الشمس التي لا تغيب عن اليمني، فحيثما وجد الإنسان حل الإصلاح.